قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا الصادقين. قال إنما العلم عند الله. قال إنما العلم وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة سمعهم